السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيلي مونجارو آخر سيارات جيلي وصولة عندنا في السوق. سيارة فيها تفاصيل مرة كثير أننا بنتكلم فيها. السيارة قاعدة تنافس وبقوة من ناحية محركات، هندسة، عزل، راحة، تقنيات، أمان وسلامة، وبالنسبة للمهم متعة القيادة. سيارة مليانة، فما نبغى نضيع وقتكم ببربرة كثير. جيلي مونجارو ما لها وما عليها، شوفها مع بعض. طيب من البداية خذ الزبد، فئات وأسعار جيلي مونجارو. السيارة يجي منها أربع فئات، والأسعار حذكرها شاملة ضريبة القيمة المضافة بالريال السعودي بجبر الكسور. أقل فئة جيلي مونجارو قيمتها 120 ألف، اللي بعدها 130 ألف، اللي بعدها ب 142 ألف، وهي نفس اللي موجودة معانا هنا. الفئة الأعلى اللي هي خلينا نقول أعلى نوع جيلي مونجارو، الفول كامل خلينا نسميها، نفس هذه، لكن حيجي لونها اللون الأخضر التركوازي الجديد، لون سيجنتشر. داخلية السيارة حتكون باللون الأخضر والأسود، التطعيمات اللي جوا السيارة حتكون باللون الروز جولد، وجنوط السيارة حتكون مختلفة. لمن لا يعرف، جيلي وكيلها في السعودية شركة الوعنان للتجارة، والمونجارو تيجي بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلو، صيانة مجانية سنتين أو 40 ألف كيلو، وخدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات. هيا لو ما اشتركت في القناة يلا دعمنا بالاشتراك الجديد أول بأول، بنجيبه عندنا في القناة. ولو ما انت عندي في سناب شات، هذا الكود سناب شات الخاص فيه، تشرفني هناك، برضو في خانة الوصف الأسفل تلقى رابط الإضافة المباشر. طيب يا صادق كران، نبدأ درجتنا عن جيلي مونجارو. السيارة هي جيب متوسط الحجم، لكن للوهلة الأولى تحس أن السيارة أكبر من فئتها، تحس أن السيارة كبيرة. وهذا نهج أنا لاحظته في سيارات جيلي بشكل عام، شفناه في الإميجران، شفناه في البين ري. الإميجران تنافس الياريس والأكسنت، لكن فعليا حجما تحسها أقرب للكورولا والإلنترا. البين ري تنافس الكورولا والإلنترا، لكن تحس حجمها أقرب للكامري والسوناتا. وهنا نفس الشيء، تحس السيارة أكبر من حجمها. طول قاعدة العجلات عندنا 2845، قاعدة عجلات طويلة تكفي سيارة لثلاثة صفوف مقاعد. عندنا هنا 5 صفوف مقاعد، فبالتالي حينعكس معانا في الساعة الداخلية في السيارة، وهذا اللي حنشوفه في بقية الفيديو. طيب كشركة بشكل عام، جيلي من الشركات اللي قاعدة تدعس في صناعة السيارات. هي مو مجرد بتشارك شركات تانية في التصنيع، تعالوا صنعوا عندنا وناخد منكم شوية تقنيات، لا، هي اشترت فولفو. جيلي تمتلك فولفو، مساهم الأكبر في شركة دايملر المالك لمرسيدس، وغير عندها حصص من شركات سيارات تانية، فعندها حصيلتها من النوهاو في صناعة السيارات بشكل عام، وهذا اللي شفناه معكوس بشكل واضح في جيلي مونجارو. طيب نيجي نتعرف على السيارة كده على السريع من ناحية شكل وتصميم. أترك لكم التعليق. السيارة من وجهة نظري فيها رزة حلوة، تحسها كده فولفو بشكل أو بآخر. من ناحية التجهيزات عندنا حساسات الأمامية موجودة، حساسات الأمامية الجانبية موجودة عشان نظام الأوتو بارك اللي حنشوفه بعد شوية. إضاءات السيارة عندنا إضاءات ليد عالي واطي مع الليد النهاري أكيد. الرادار الأمامي موجود، الكاميرا العلوية اللي تقرأ مسارات الطريق والشواخص المرورية كمان موجودة. من ناحية كاميرات في السيارة عندنا كاميرا أمامية موجودة، الكاميرات الجانبية موجودة، والخلفية موجودة. فصار عندنا مع الحساسات، حساسات 360 درجة حتى جوانب السيارة تبين لكم هي، وعندنا كاميرات 540 درجة. تقول لي كيف 540 درجة؟ أقول لك حتى بطن السيارة من أسفل ممكن تشوفه عن طريق كاميرات السيارة بشكل أو بآخر، بحيث أنه الكاميرا أمامية تسجل، فلو كان قدامك هنا حجر وانت دعست عليه وصار تحتك، فيبان معك في الكاميرا الأمامية أنه أنت فوق حجر أو تحتك عائق أو أي شيء. فبالتالي كاميرات السيارة مع حساساتها تحسها مفيدة. حتى الكاميرات ممكن أنك تشوف الكفرات الأمامية على حدة، الكفرات الخلفية على حدة، لو أنك قربت من عائق أو خطر ممكن تشتغل معك الكاميرات عشان تبين لك الخطر أو العائق اللي موجود عندك. فبالتالي من ناحية حساسات وكاميرات ولا غلطة. من الجانب زي ما تشايفين عندنا الجنط مقاس 20. في الفئة الأعلى منها الجنط حيكون شكله مختلف. عندنا المرايات الجانبية فيها إشارات انعطاف، بصمة الأبواب عبارة عن حساس، تحط يدك تفتح، هذه نقطة حلوة، تمسح تكفل، ما هي نظام الزر القديم هذاك، لا، هذه نقطة حلوة، نظام حساس. ومع كده فهي ما لها فائدة. ليش؟ لأنه مجرد الريموت في جيبك أنت تقرب من السيارة على طول السيارة حتفتح اللمبات وحتفتح معاك الأبواب، تبعد عن السيارة على طول السيارة حتقفل من حالها، فما يحتاج الزر في الريموت ولا يحتاج حتى البصمة.
نكمل على الجانب، عندنا القزاز في السيارة مظلل من المصنع، مع ملاحظة أنه القزاز في السيارة مدبلة. عندنا جسم السيارة أو بدي السيارة 78% منه فولاذ، بالتالي يعزز قوة وصلابة هيكل السيارة، يعزز وزن السيارة وثبات ورساوة السيارة بشكل عام. نحن في الجزء الأيسر نلاحظ أنه تنك البنزين في الجزء الأيمن، فبالتالي يجي لمنجاره من السيارات اللي ما توقف زحمة في محطات البنزين، والتنك حقه يشيل 62 لتر بنزين 95. هنجرب نظام الأوتو بارك في جيلي مونجارو من الشاشة، تشغل النظام، بالتالي السيارة الآن تقول لك أمشي ألين نلقى موقف. هنمشي بالسيارة للأمام نشوف هل حتلقط موقف. يلا الشاشة طالع موقف ولا ما حيطلع. وقفت فقالت يلا نبدأ النظام، قول لها يلا. الآن سارب نفسها حطت على الريوس، قالت تتحكم في دركسون السيارة، ولازم تكون حريص انت، يعني في الأخير السيارة عبارة عن ماكينة ماشين، برضو انت تكون ايش بس منتبه. الآن راجعة لين وقفت عندي السيارة، وقفت من حالها، عدلت الدركسون، حطت عدي من حالها، صارت تقدم تقدم تقدم. في سيارة هنا، سيارتين، وقفت من حالها، حطت الريوس وقاعدة تعدل. ايوه ادخل الموقف مستقيم، عندي يدي ماني قاعد اسوي شيء في دركسون السيارة. حست انها مايلة فعدلت بنفسها. ارجعي اخذت الموقف بشكل مستقيم بناء على الخطوط. تم الركن بنجاح وحطت الجير على البي. ففعليا نظام اوتوماتيكي بالكامل، تتحكم بالفرامل، بالبنزين، بالجير بوكس ودركسون السيارة، انت ما تسوي ولا شيء غير انك تكون مجرد منتبه. نجي على الجزء الخلفي من جيلي مونجارو، ما يقل جمالية عن الشكل الأمامي للسيارة، الخطوط الحادة في الجنب، فعلا شكل السيارة جميل، إضاءات متصلة LED من يمين ليسار، كل إضاءات السيارة الخلفية LED، مع شوية حركات لطيفة لما تفتح باب الشنطة تقفل باب الشنطة تعطيك تموجات وشوية حركات، ها شوية هاي تيك من ناحية الإضاءة في السيارة. الحساسات الخلفية موجودة، الجانبية الخلفية كمان موجودة، من الأسفل تشوف فتحات الشكمان، هذه فتحات فيك وليست حقيقية في السيارة، مجرد شكل أو ديكور فقط. ولو نيجي نشوف حكاية المقاضي في السيارة، أباكم تشوفوا عينكم على الإضاءة عشان تشوفوا التموجات اللي قاعد أقول لكم عليها. فنجي نشوف السيارة الخلفية في جيلي مونجارو، تعتبر لطيفة، ما تحسوها صغيرة، تشيل شنطك، مقاضيك، عفشك، شنط سفر غيرها، تمسك خط في السيارة، معك مقاضي، معك أشياء، تعتبر سعة جيدة في السيارة. طبعا عندنا هنا مساحة تخزين لطيفة كده، سبيس حاطين فيه طفاية حريق وأشياء تبغى تشيلها، تحط أشياء تانية ما عندك إشكال. في عندك مدخل 12 فولت لو بتحط ثلاجة كهرباء أو شيء، إضاءات LED موجودة في الخلف، نقطة حليوة كمان إنه هنا مساحة تخزين إضافية، فبالتالي لو تبغى تحط مثلا لابتوبك، شيء خايف ينسرق أو شيء ما تبغاه يبان، تقدر تحطه هنا في الأسفل، تقفل عليه ولا منشاف ولا مدري. تقول لي فين الكفر مجاني ولا فين الاستبنة؟ أقول لك شوف هنا كمان، تسحب هنا فبالتالي يبان معاك الكفر مجاني في السيارة، زي ما تشايفين كفر بحجم صغير ما هو حجم كامل للسيارة. طبعا تقدر تقفل من هنا، في نفس الوقت عندك الستارة هذه إذا تبي تخفي أغراضك، فتخفي كل شيء لا من شاف ولا من دري، مع ملاحظة إنك تقدر تطوي صف المقاعد الثاني وتزيد السعة الخلفية. طبعا زي ما يفتح كهرباء يقفل معاك كمان كهرباء، وعينكم على الإضاءة الخلفية في السيارة. طيب بالنسبة لمحرك السيارة، نتكلم عن محرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو، حدينا 235 حصان والعزم 350 نيوتن متر. الجير بوكس على السيارة 8 سرعات من شركة ايزن، ما تعرف ايزن؟ ايزن يعني تويوتا، اوكي؟
نظام الدفع في السيارة نظام دفع رباعي من شركة بورغ وارنر. أي نعم هي مو سيارة مخصصة للأوفرود صراحة، لكن لو شفت لك أوفرود خفيف، شفت لك طريق نصكم كده هات بتدخل فيه خايف من تخايف، عندك إمكانيات جيدة في السيارة يعني تدخل فيها أوفرود حتى أنها تكون ملائمة لمعظم الاحتياجات. عندك حتى على مستوى وضعيات القيادة 7 و8 وضعيات قيادة، رمل، جريد، طلق وعرة، مريح، اقتصادي، رياضي، ذكي، ففيها وضعيات قيادة حتى أنه مهما كانت الطريقة أو وضعية القيادة اللي تبي تسوق فيها تقدر. بالنسبة لاستهلاك البنزين 13.2 كيلو اللتر الواحد، مصنف ممتاز حسب بطاقة كفاءة الطاقة، وبنزينها 95. دحين أوريكم تسارع فرملة السيارة ونرجع نكمل لكم الفيديو. عدينا 100 فرملة. هون نجي نتعرف على داخلية جيلي ومنجارو. زي ما انتم شايفين داخلية تفتح النفس، الوانها حلوة بين العنابي او البني مع اللون الابيض. وملاحظة الاهم حكاية الثلاثة شاشات في السيارة، عدادات شاشة، شاشة وسطية، والراكب له شاشة خاصة فيه. الشاشات هذه من يمين الى يسار طولها 1 متر، وهذه الميزة اللي في السيارة يمكن ما تشوفها في سيارات تانية الا ما ندر. لكن قبل ما نتعرف على التفاصيل الداخلية شوفوا معايا السيارة في الليل عشان تشوفوا شكل وانطباع وإيحاء السيارة في الليل للمهتمين بشكل السيارة في الليل كيف ممكن تكون. وكالعادة يا سعادة نبدأ بدركسون السيارة. دي شيب مشطوف من الأسفل، تو تون زي ما انتم شايفين زي كل السيارة بين البني أو العنابي مع اللون الأبيض. أزارير كاملة موجودة على الدركسون لمثبت السرعة الذكي المتفاعل وخروج على المسار وغيرها. ما في تبديل سرعات من خلف المقود في هذا الدركسون. بالنسبة لعدادات السيارة زي ما تشايفين هي عدادات فضائية، ما فيها أي ثيم أو شكل كلاسيكي حيث أنه مثلا يكون في عندك أمبيرات و RPM وغيرها، كلها ديجيتال كأنك قاعد تسوق جريندايزر ولا مكوك فضائي. شوفوا هنا مثلا RPM جاي بشكل ديجيتال. عندكم الشاشة هذه اللي على اليسار هنا مثلا تقول لي مين رابط الحزام، مين رابط الحزام، وكمبيوتر الرحلات وغيرها. الجزء اللي على اليمين الحرارة والبنزين، السرعة ديجيتال، والباقي كله آيكونز موجودة في السيارة بحيث انه يقول لك ايش الأنظمة الشغالة واللي مي شغالة. لكن حاجة حلوة تشوف رسمة السيارة هذه الموجودة في النص، هذه تفاعلية وانت ماشي تقول لك ايش المسار اللي انت ماشي فيه، في سيارات قدامك في المسار اللي انت فيه او المسار اللي قدامك يمين او يسار، فبالتالي تفاعلية بشكل حلوة. غير كده من الأعلى عندنا هيد اب ديسبلاي عملاق، يعتبر الأكبر في فئته. هيد اب ديسبلاي كبير، نفس شاشة العدادات برضو يبين لك المسار اللي انت فيه، أنظمة التحذير، النقاط العمياء، السيارات اللي قدامك يمينك ويسارك والسرعة وغيرها. هذه النقطة تحسب للسيارة من ناحية هيد اب ديسبلاي فعلا عملاق. ولو جينا على الوسط هنا عندنا برضو شاشة عملاقة ما تدعم ابل كار بلاي ولا اندرويد اوتو، لكن فيها نظام الايزو كونكشن بحيث انك تربط جوالك بالشاشة وشاشة جوالك تنعكس بشكل مباشر على شاشة السيارة، فلو فتحت أي أبليكيشن أو أي حاجة تقدر تشوفها مباشرة في شاشة السيارة. طبعا الشاشة سهلة بسيطة واضحة ما عندك أي إشكال. عندكم شعار جيلي هذا اللي موجود هنا تفاعلي، تحسوا كده يغمز لكم بنتي سمته ميوس، فأوكي كل ما نحن ماشيين بالسيارة ميوس نامت، ميوس صحيت، فهي سمته كده. تقدر تسموه كشخصية خيالية موجودة عندكم في السيارة. طبعا في اختصارات بحيث لو تبوا حاجات توصلوا لها بشكل سريع، عندك مثلا هيد اب ديسبلاي تتحكموا فيه، مانع الانزلاق، نظام الاوتو هولد تفتحوه وتشغلوه من هنا وغيره، الصوت ترفع وتوطي الصوت من هنا لانه ما تقدر ترفع وتوطي الصوت الا عن طريق الشاشه او عن طريق دركسون السياره، ما في ازارير خارجيه، فهذه كلها تعتبر كاختصارات. لكن اللي عجبني في الشاشه هنا مثلا على سبيل المثال لما نيجي على اعدادات السياره وانظمه المساعده على القياده، شوفوا الجرافيكس فيها حلو، فبالتالي مو كاتب لك هي مجرد كلام، حط لك صور ارشاديه. مثلا نظام المساعده للحفاظ على مسار القياده اللي هو يخلي لك السياره في منتصف المسار، هنا لو تبغاها تحذير، هنا مثلا عندكم لو انت ماشي وفي سياره في النقطه العمياء فبالتالي تعطيك تحذير، تحذير فتح الباب عند النقطه العمياء وغيرها. فالجرافيكس فيها حلو بحيث انك حتى لو ما انت عارف ايش النظام الجرافيكس ممكن يساعدك بشكل أكبر. غير كده إعدادات السيارة تعتبر بشكل عام سهلة بسيطة.
طيب نيجي هنا للشاشة الثانية اللي موجودة هنا، اللي هي الشاشة الخاصة بالراكب، برضو شاشة عملاقة، ما هي شاشة صغيرة منفصلة عن الشاشة اللي موجودة هنا، فبالتالي الراكب يقدر يشبك جواله نفس الشيء بالإيزا كونكشن ويستعرض كل حاجة ويتفرج ويشوف بعيد عن السائق. فهذه الميزة اللي موجودة في السيارة كدلع للراكب أو الراكبة اللي ممكن تكون راكبة هنا، كلهم شاشة خاصة فيهم، وهذه الميزة زي ما قلت لكم اللي صعب تلقوها في سيارات ثانية. شوفوا معي تجربة سريعة للشاشة الثالثة اللي موجودة في جيلي مونجارو، طبعا منفصلة عن الشاشة الأساسية اللي موجودة في السيارة، الراكب يقدر يسوي اللي يبغاه في الشاشة الخاصة فيه، يعني مثلا يقدر يتفرج يوتيوب في الشاشة حقته بعيد عن الشاشة حقتي، يقدر يلعب جيم وينبسط لحاله ويفكني شره، وتقدر تستغل اللي جنبك وتخليه يشغل جوجل مابس ويديك هو التوجيهات والإرشادات وتخلي شاشتك فاضية، أو ممكن بكل بساطة يقدر يتصفح جواله ويفكك من القرقرة الزايدة. نكمل على الأسفل، عندنا هنا مكيف السيارة، ديكور جميل، شوفوا هنا الديكور هذا باللون الفضي، في الفئة اللي أعلى منها حيكون باللون الروز جولد. للأمانة مكيف السيارة عجبني عجبني عجبني، سواء الآن وأنا قاعد أجرب السيارة أو خلال حفلة التدشين والروت تريب اللي صورنا هو وجربنا فيه السيارة في عز الظهر، من ناحية قوة مروحة وتبريد ممتاز جدا جدا جدا. طبعا هذا كان انطباع اولي، السياره الجديده اللي موجوده معانا، بشكل عام عيوب التبريد تبان بعد استخدام سنوات، لكن كانطباع اولي فعلا انا اعطيه في النطاق الممتاز. في الاسفل هنا عندنا ازارير تتحكم بالمكيف وبعض الاختصارات، اغلبها خاصه بالمكيف والتكييف، ما في اي ازارير تتحكم بالميديا زي ما قلت لكم عن طريق الشاشه او عن طريق دركسون السياره. فهذه نقطه بشكل عام، السيارة ما فيها أصلاً أزارير كثيرة، فأغلب الاستخدام حيكون عن طريق شاشة السيارة، فبالتالي لازم تتعود عليها بشكل كويس. زر التشغيل جاي هنا كده مدمج في الطبلون، عندنا هنا هذا اللون الأبيض اللي صراحة كاسر اللون بشكل حلو، فئة الفول كامل حيكون كنتارة باللون الأخضر. عندنا هنا شاحن جوال لاسلكي موجود، مساحة تخزين لطيفة هنا، كده السيارة زي ما قلنا لكم 8 سرعات، من هنا تتحكموا به أنظمة القيادة، عندكم 7 أو 8 وضعيات قيادة مختلفة. عندنا هنا كاب هولدرز موجودين، تبغاها تستخدمها تفتحها، ما تبغاها قفلها، ولما شاف ولما يديري وما تخرب لك الشكل العام للطبلون. بريك إلكتروني موجود، وفيها نظام الأوتو هولد، نظام الزحمات كمان موجود. بحكم انه غير السيارة شت باي واير، فصار عندنا في الأسفل مساحة تخزين تعتبر لطيفة، فيها فتحات الـ USB تايب سي وتايب A، من الجهة الثانية في فتحة 12 فولت، طبعا في إضاءة في الأسفل تبان معاكم في الليل بحيث انه تبين لك الأشياء اللي موجودة في الأسفل. من هنا عندنا السنادة الوسطية موجودة، في درج وسط هنا سادة، ما في فتحة تكييف، ما في ثلاجة، ما في فتحات USB، مساحته جيدة تحط أغراضك أشياءك، ما عندك فيه أي إشكال. بالنسبة لمقاعد السيارة زي ما انتم شايفين برضو تو تون، فيها شوية بقلاوات بشكل أو بآخر، المقاعد بشكل عام للأمانة مريحة من ناحية حضن ومن ناحية حتى الليونة، لين المقاعد، فبالتالي فعلا جاية مريحة بشكل كبير. حجم الكرسي ما يعتبر صغير، أنا كإنسان متوسط الطول كان شايل جسمي بشكل ممتاز، مع أني تمنيت برضو يكون فيها إيش دعم لطوال القامة، استطالة للكرسي، لكن بشكل عام حجم الكرسي ما يعتبر صغير. الكرسي كهربائي مع دعم أسفل الظهر للسائق أو السائقة، الكرسي الثاني حيكون كهربائي فقط بدون دعم أسفل الظهر. طبعا الكراسي هذه فيها خاصية التهوية، تتحكموا فيها عن طريق شاشة السيارة. من ناحية ميموري حيكون في ميموري بوضعيتين فقط للكرسي الأساسي للسائق أو السائقة. طبعا بالنسبة لسقف السيارة زي ما انتم شايفين، فتحة سقف بانورامية عملاقة حليوة، وسقف السيارة في نفس الوقت ملبس كنتارة. وقبل ما نروح للمقاعد الخلفية في السيارة، لاحظوا معايا الساوند سيستم في السيارة من بوز. طيب جينا مقاعد الصف الثاني في جيلي مونجارو، كالعادة الاختبار حقنا بنرجع الكرسي هذا ورا آخر شيء بغض النظر عن طولي، تبغى نشوف أقل مساحة جلوس خلفية موجودة في السيارة وشوفت عينكم. أنا كإنسان كبير بالغ عاقل متوسط الطول، طولي 174، قاعد بكل أريحية، من ناحية سعة ما عندي أي مشكلة في السيارة، زي ما قلنا لكم أساساً طول قاعدة العجلات كبير 2845، تكفي سيارة لثلاثة صفوف مقاعد، فما بالكم السعة دي كلها والمساحة دي كلها اختصروها الخمسة، ففعلا في بحبوحة كبيرة في السيارة، ما عندي أي إشكال قاعد، حتى لو ها صلقحت كمان شوية عندي بحبوحة، لكن لو كنت مرة طويل وركبتي خابطة في الكرسي قدامي حتخبط في جسم بلاستيكي، بالتالي ممكن يكون مزعج، لكن أتوقع أن هذه حالات نادرة، لو كان ده مرة طويل واللي قاعد ورا مرة طويل وخابط عاد مشوا حالكم. أوكي، مستوى الراحة في الخلف يعتبر عالي، صراحة الكراسي مريحة، من ناحية عرض الكرسي مريحة، الظهر لين، حتى الكرسي نفسه لين، فقاعد مرتاح محضوم بشكل حلو، ف
فحاسس السيارة مريحة. في نفس الوقت ظهر الكرسي أقدر أتحكم بميلانه بشكل بسيط، أقدر أخليه واقف كده نوعا ما أو أني أسدحه كده شوية، فعندي نوع من المرونة في الكرسي، ما أقدر أقدمه وأرجعه، لا الكرسي اللي تحت ثابت. عندنا القزازة الخلفية مظللة من المصنع، ما فيها ستائر، مع أني تمنيت يكون فيها ستائر زيادة خصوصية أو حماية من الشمس. لاحظت أنه ما في إضاءات محيطية في الخلف، لكن كله هنا ملبس جلد مستوى عالي من التشطيب. عندي هنا لمبة LED غير المساك اللي موجودة هنا. في عندي هنا سنادة وسطية لينة صراحة، فأنت كده متكي بليونة، فيها كاب هولدرز موجودة. في عندي فتحات تكييف بمكيف منفصل خاص بمقاعد الصف الثاني، منفصل عن المكيف اللي في الأمام، فاللي قاعدين ورا يتحكموا بالمكيف بمزاجهم. غير فتحات USB ومساحة تخزين موجودة في الخلف. فمن ناحية راحة في السيارة بشكل عام سواء في الأمام وفي الخلف، أعطيها في النطاق الممتاز في دي الفئة من السيارات، فعلا ما عندي فيها أي إشكال. وإذا ما صدقتني روح جرب السيارة واحكم بنفسك. طيب بالنسبة لأمان والسلامة في جيلي مونجارو، إن كانت جيلي تمتلك فولفو، فولفو هي نمبر 1 في السيفتي، فايش حيكون في سيارات جيلي غير مستوى عالي؟ عندنا من ناحية إرباقات فول إرباق موجود في السيارة، رادار الأمامي موجود، تحذير الخروج من المسار موجود، إعادة السيارة للمسار موجود، الحفاظ على السيارة في منتصف المسار موجود، ففيها القيادة شبه آلية اللي ما تلغي دوركم في القيادة، لكن تكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى في أنها تمنع وقوع حادث. لا سمح الله وانت بتسوق أحد دخل عليك ما انتبهت له، السيارة ممكن توقف، لا سمح الله فهيت ومالت السيارة بيك، فبالتالي السيارة تحافظ على نفسها في وسط المسار طبعا بشروط معينة، لازم تكون الخطوط واضحة وغيرها، ولازم انت أساسا تكون منتبه. هذا الشيء كله ما يلغي دورك في القيادة. تحذير التصادم أمامي موجود، تحذير التصادم خلفي موجود، فرامل الطوارئ موجودة، النقاط العمياء موجودة، تحذير التصادم في النقطة العمياء موجود، تحذير عند فتح الباب في سيارة معدية في النقطة العمياء موجود عشان ما تفتح الباب وتجيب العيد وتجي السيارة تخبط الدنيا. في مستوى تجهيزات أمان وسلامة اللي ما قبل الاصطدام وبعد الاصطدام يعتبر عالي، ثبات السيارة عالي، فبالتالي أنت بتسوق سيارة فيها مستوى رساوة حلو، فبالتالي هذا يعزز أنه لا سمح الله ما تفلت منك السيارة ويكون فيها مستوى ثبات عالي. والنقطة الأخيرة اللي هو بدي السيارة زي ما قلنا 78% منه فولات، فبالتالي يعطي السيارة وزن، يعطي السيارة قدرة على استحمال الصدمات بشكل أكبر. والله الحامي، والله يحميكم وحبايبكم من كل شر ومكروه. وطلعنا على الطريق مع الجيلي مونجارو. طيب انطباع القيادة عن السيارة، لما نتكلم عن سيارة أول شيء محركها 4 سلندر 2000cc 235 حصان، وعزمها اللي يفيدها في الانطلاق في السيارة 350 نيوتن متر. في المونجارو الأرقام هذه قاعدة تأدي أداء حلو، عرفوا يطلعوا القوة من المحرك ووصلوها للكفرات. السيارة ما تحس إنها بطة، بالعكس تحس رشيقة، تحس فزتها حلوة، السيارة استجابتها عالية، تحس بنشاط السيارة وانت قاعد تسوقها. سيارات التيربو بشكل عام يكون فيها لاج، هنا اللاج شبه خفيف شبه ما تحس فيه، فالسيارة تحسها ميكانيكية متهندسة بشكل حلو. مجموع السيارة بشكل عام لما نتكلم عن الأداء، نتكلم عن الراحة وغيرها، مقاعد السيارة مريحة، أنا قاعد محطوم بشكل حلو، المقاعد فيها ليونة، حجم الكرسي في نفس الوقت كويس، مع أنه زي ما قلت لكم ما فيها دعم طوال القامة، لكن حجم الكرسي شايلني. العزل في السيارة ممتاز، العزل الخارجي قزايز مدبلة، عزل المحرك ممتاز، العزل الأرضي خليني أقول في نطاق جيد جدا مرتفع، ما نحاس فيه بأي إشكال. السيارة مريحة حتى في نظام تعليقها، فكون إن هي سيارة أنا أروح وأجي فيها كل يوم، أنا أعطيها في النطاق المريح المرتفع، سيارة حتحب إنها تكون سيارتك. بلس إنه فيها هاي تك عالي، الكاميرات موجودة، الحساسات موجودة، مستفيدين منها بشكل حلو، ففعلًا السيارة تحسها متقنة، تعبوا فيها هم قاعدين يسووها من ناحية أداء، من ناحية راحة، يبغوا يوصلوا بالسيارة إلى ليفل أعلى من المستوى هذا في السيارات، من الليفل هذا أو الفئة هذه من السيارات يبغوا يرتقوا، يقول لك نحن بننافس يعني بنحط لك سيارة مضبوطة. تقول لي يا هاني طب هذه السيارة أنا أمسك فيها خط؟ نقول لك نعم تمسك فيها خط. رقم واحد محركها كويس، ما عندك فيه إشكال، 235 حصان حيأدي معاك بشكل حلو في الخط، راحة، الراحة عالية، عزل ممتاز، والمهم أنظمة الأمان والسلامة في السيارة ما قبل الاصطدام وما بعد الاصطدام. عندك فول إيرباك موجود في السيارة، قيادة شبه آلية من رادار وخروج مسار وحفاظ على المسار موجود، أنظمة تحذير في القيادة موجود، فيس زي هذه السيارة تقدر تمسك فيها خط بقلب جامد، يعني ما تشيل هم السيارة من ناحية قوة أو من ناحية أمان وسلامة أو راحة وغيرها. فتقول لي طيب يا هاني يعني السيارة ممكن ما فيها عيوب، ما فيها مشاكل انت قاعد تمدحها؟ اقول لك لا، لانه فعلا السيارة في الفئة هذه من السيارات، خليني اقول لك فعلا سيارة متفوقة.
أنا بالنسبة لي متعة القيادة موجودة في السيارة بشكل واضح وملحوظ. السيارة فيها النفس الأوروبي، ففعلا أنا بحس أني سايق سيارة فيها رساوة، فيها انطلاق، فيها ثبات، فيها تسارع، فيها سرعة استجابة وغيرها. فعلا السيارة هذه تحس أنهم تعبوا عليها. ما أنت مصدقني، روح جرب السيارة، روح خذ لها تسترايف من الوكالة، الوكيل أشركت أبو إعلان للتجارة، روح جرب، جرب السيارة وشوف. أساسا نحن دائما نقول ونعيد ونذكر، ما تشتري سيارة بناء على رأي أي شخص في الدنيا هذه كلها. روح بنفسك سوق السيارة، شوف أدائها، شوف راحتها، شوف عزلها، شوف مواصفاتها، تجهيزاتها مناسبة لك ولاحتياجك ولذوقك ورغبتك، توكل على الله واشتري. ما هي مناسبة لك، لو أجمعت الأرض كلها أن السيارة هذه حلوة، قول عنها وحشة ولا تشتريها ولا تدفع فلوسك في حاجة أنت أو أنت ما أنتم مقتنعين فيها. طيب يا صادق يا كرام، ختاما وخلاصة، ما لها وما عليها، ونكون إيجابيين ونبدأ بما لها. السيارة متهندسة صح، السيارة تحس أنه فيها متعة قيادة، فيها نفس أوروبي، تحس أنه فعلا جيل استفادت لما اشترت شركة فولفو. القوة تطلع من المحرك توصل للكفرات، تحس أنه مستفيدة من مخرجات المحرك بشكل كويس، وفي نفس الوقت ما تحس بتيربولاج مزعج، استجابة عالية للمحرك والجير بوكس، نقلات الجير سريعة، ففعلا تحس أنك بتسوق سيارة فيها نشاط. غير الثبات والرساوة برضو ملحوظين موجودين في السيارة. وعلى سيرة الأداء في السيارة، أي نعم السيارة نوعا ما طويلة، لكن قطر الدوران قصير، فبالتالي ما بتتعب في زحمة، ما بتتعب في دخلة موقف خارجة موقف، ففعلا تكون مريحة في استخدام داخل المدينة. وعلى سيرة الراحة، سيارة برضو تعتبر مريحة من ناحية الكراسي، حشوتها لينة، حاضن للجسم بشكل لطيف، أي نعم ما فيها دعم لطوال القامة، لكن حجم الكرسي ما يعتبر صغير. والنقطة اللي كمان تحسب للسيارة، مستوى العزل في السيارة ممتاز، بالذات عزل هوائي وعزل محرك، يمكن عزل أرضي أعطيه في النطاق الجيد جدا مرتفع. على مستوى السيفتي شفتوا معايا، بدأت من بدي السيارة 78% منه فولاذ. الثبات والرساوة كمان يعتبر عوامل أمان وسلامة في السيارة، غير مستوى التجهيزات اللي شفناها من ناحية إرباقات، رادارات وغيرها، كلها نقاط تحسب لجيلي مونجارو. ما عليها؟ طيب نكفش في السيارة ونقول ما عليه. وهنا بعض النقاط اللي تمنيت تطويرها في السيارة، أو حاجات ما هي موجودة وتمنيت تكون موجودة من مبدأ تطوير النقطة البناء للسيارة. على سبيل المثال، استكايل في الوسط، الدرج الوسطي ما في فتحات USB، وفي نفس الوقت ما في ثلاجة أو على الأقل فتحة تكييف بحيث تقلب نوع مصغر من أنواع الثلاجات، ولا حتى في الدرج اللي أمام الراكب غير موجود، اتمنيت أنه يكون موجود بحيث أنه يكون عندنا ثلاجة مصغرة في السيارة. تبديل سرعات من خلف المقود غير موجود في السيارة، أبل كار بلاي وأندرويد أوتو كمان غير موجودين في السيارة. عندنا شاشة الإعدادات حقت السيارة ما فيها ثيمات أو أشكال مختلفة، بحيث لو أبغى نمط كلاسيكي، نمط عادي، أشوف أمبيرات قدامي بدل الشكل الفضائي اللي موجود في السيارة، إنه يكون موجود. الكرسي في السيارة أي نعم مريح، أي نعم حجمه كويس، ما هو صغير أبدا، لكن من مبدأ التطوير أتمنيت يكون في دعم لطوال القامة في السيارة. والنقطة الأخيرة، شاشة السيارة أي نعم كبيرة، استخدامها سهل، لكن اعتماد السيارة عليها بشكل كبير، وهذا التوجه أغلب شركات السيارات، يقللوا الأزرار ويعتمدوا على الشاشات، فبالتالي كثير فانكشنز أنت تحتاج تدورها، الشاشة شوية بعيدة عنك، فبالتالي وانت بتسوق السيارة ممكن تضطر تقدم جسمك شوية عشان توصلها وتقعد تبحبش في الشاشة. على الأقل أتمنيت يكون عندي ماوس أو فرار، بحيث أنه وأنا بسوق السيارة مجرد بأصابعي أتحكم في الشاشة وأنا قاعد أسوق بدون ما أضطر أني أحرك، هذا حتى يعزز مستوى الأمان والسلامة وما يكون في شيء يشتتني عن القيادة. وبس هذه كانت تجربتنا لي جيلي مونجارو 2023. إن شاء الله نكون قدمنا اللي نحتاج نعرفه عن السيارة. على سيارة جديدة يمكن ما لها ملاك كثير دحين في السوق ولهم تجارب وخبرات مع السيارة، لكن ملاك جيلي بشكل عام دون انطباعاتكم، خبراتكم، تجاربكم مع السيارة في خانة التعليقات في الأسفل، عشان توصل الفكرة والمعلومة عن سيارات جيلي للمشاهدين الكرام. ما أحسن من يعطي انطباع عن السيارة إلا مالكها ومجربها. وبس إن صدفة من الله العلي القدير وإن أخطأت فمني أنا. شوفكم قريب في فيديو جديد، تجربة جديدة، سيارة جديدة إن شاء الله.